أمان الست تنزل الشارع أو أي حاجة، وبعض العمليات الإرهابية خفت كتير، وخطف الأطفال في الشوارع وخطف النساء كل ده خفت. شايفة إن انتخاب الرئيس السيسي كان له دور؟ أه طبعاً 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 كبير. الراجل اللي إحنا حابينه على حبه وانتمائه البلد والوطن. شاركت في الثورة؟ كتير، من 25 ل 30 وقبل 30 كمان، كان وقفتنا عند الاتحادية وفي التحرير وفي المقطم وفي كل حتة. كنت بتروحي من دمنهور للقاهرة كل يوم؟ طبعا، وكنت ببات كمان، كنت ببات في الشوارع وفي الأماكن أنا ومجموعة كبيرة. حاسة إن في فرق؟ إيه؟ حاسة إن في فرق كويس؟ طبعا الحمد لله، وربنا يولي من يصلح وربنا يقوي الريس اللي إحنا فيه. شكرا. وأكيد يعني إن شاء الله بعد سنة، بعد يعني في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي، إحنا نعتبر إحنا حاسين بالأمن والأمان، لأن يعتبر السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي أدى بالفعل الأمن الأساسي والأمان. فبعد سنة، بعد اثنين، بعد 10، طالما هو رئيس الجمهورية فإحنا كلنا حاسين بالأمان، وهي دايما مصر هتكون أمينة طول ما هو رئيس الجمهورية. بتشوف دوريات أمنية في الشوارع؟ أكيد طبعا. ده بيخليك حاسس بإيه؟ ده دي شيء ملموس إن في موجود الدوريات الأمنية، ودي بتخلينا إن إحنا حاسين بالأمن والأمان داخل الشوارع وداخل البيوت وداخل أكتر من قبل كده؟ أكتر من قبل كده؟ أكتر بكتير. شكرا.